أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشتركي الأعزاء، مرحبا بزوار القناة، مرحبا بالجميع. إن شاء الله يكون الجميع بخير. ألف مبروك الفائزين بشهادة البيام، وإن شاء الله اللي ما جابوش العام القادم إن شاء الله تفاءلوا خيرا تجدوه. هنايا بعد هذا الغياب كنت في العاصمة، يعني دائما أقتني بعض اللوازم، حبيت نشاركها معكم. عندي هنايا صدفة، حتى هذه الصدفات تتباعوا عنده من الحجم الصغير حتى الحجم الكبير. عندي هذا الكريستال 25000 للخيط، وعندي هذا اللي راح نديروهم مشروع الطرز باليد. هنايا هادو يتباعوا بالجرام، يعني يوزنهم ثم يعطيك الثمن تاعهم، كل وحده والسعر تاعها مانيش ثابت على السعر تاعهم. الارجل او هذيك ليست ارجل، قادرين ديروها للصندوق سندريلا بوكس، سندريلا بوكس الصندوق الزجاجي، ديروهم الفوق تحكموا بيهم لي باكيت والزوايا. عندي هذو خاصين بالخلخال لي موتيف، وعندي بعض الخيوط للطرز وعدة أمور راح نشرحها معكم، وراح نطبق معكم 3 اكسسوارات. كما قلت هذا الموتيف هذو خاصين بالخلخال، اخترت اللون الفضي حسب الطلبات اللي عندي، فيها النوع الرقيق فيها النوع الغليظ، يعني الكثير احنا عندنا ما يحبوش هذا الرقيق بزاف، لهذا راح ندمج الاكسسوارات الرقيقة مع الغليظة. الاسعار هنا ما نجمش نثبت على كل الاسعار، فقط نقول لكم حاجة، ان البوندونتيف او هذا الاكسسوارات الحديدية اللي هي اغلى من البلاستيكية. هنا شريت ايضا تاع الخاصة بوكل دوغي، وهذه الحبيبات ايضا تباع بالغرام. هاد الفراشة السعر تاعها 150 دينار، انوكسيدابل. وعندي هاد القلوب الخشبية خاصة ايضا بالطرز، راح ربما استعمل لها اكسسوارات بوخت كلي للتعليقات في الحقائب. عندي كانفا لذلك، وعندي هاد الاكياس تاع لومبالاج السعر تاعها 150، عفوا السعر تاعها 15 دينار للكيس. هذه الألوان هي الخاصة بطرز هذه الموديلات، لكن في الحديد هنا راح سأستعمل القماش الأسود أو الكانفا السوداء. فيما يخص الموديل تاع الخشب استعمل لهم الكانفا البيضاء. عندنا هذه الشوشة اللي راهي موضة على الوسائد البوهيمية، وأيضا اللي يحبوا يديروا بها فساتين الصيف، لكن هي بالأخص للوسائد. هنا راح جبت لكم فكره عند في ساحه الشهداء، يعني محل ما نعرفش كي يسموه، راه يبيع هذا القطع دي شوت، فيهم دي طاش، ربما تصيبوا فيهم دي طاش، لكن السعر تاعهم مغري جدا. هذا البقايا هذه تشبه النوع من الكانفا، تساعدكم يعني في الطرز، ربما تديروا بها اطارات صور لوحات، يعني ربما تديروا بها هذا لي موديل تاع الطرز البورت كلي وعده اشياء اخرى. المهم هذيك القطع الثالثه خلصتها 31000. نبداو هنا اول اكسسوار عندنا هو قلاده، قلاده من خيط الفيل دو بيش، خيط الصيد، هذا من نوع 0.7. قادرين تستعملوا هذا الالاستيك، لكنه يعني يتقطع بسرعه، يعني لو كان جيت تصيره او تجبده راح تقطعه، لهذا ساستعمل هذا، يبقى ثابت ويبقى يعني متين، حوالي 40 سنتيمات زائد 5 سنتيمات باش ندير العقد. هي في الحقيقة العقد عندها اكسسوار خاص بها، تدخلي وتخرجي يثبتها، لكن انا هنا راح نستعمل ليزانو، الطريقة التقليدية اللي تعلمناها. سأستعمل ليزانو، مشي كل البنات يعني توفر عندهم الاكسسوارات على القفل او الاقفال. انا عندي هذا ليزانو من الانوكسيداب من الصغار،
ندخل وعادي يعني ندير عقدة أو عقدتين ونذوب العقدة أو حافة العقدة بالولاعة حتى ما تفتحش معي. هنا ما قدرتش نتعرفوا للسخانة وال يعني يهرب لي الخيط، راه سأستعين بالمفك أو بالبانس هذا ونجبد. حاول دير عقدة ثانية، إذا ما صلحتش فقط نحرق، وهذيك الحرق نحاول نديره مثل الكرة، كرة هكذا ثبتها حتى تمنع العقدة من أن تنفتح. هذه الأولى، سأستعمل الثانية في الطرف الثاني باش نحط فيها الكروشي أو القفل. القفل أيضا إينوكسيدابل. حاولوا تشيلوا هذا الأكسسوارات اللي ما تحولش حتى يعني تكون عندكم كما نقولوا فينيسيون، يكون عندكم اسم يدل على أن المواد تاعكم صالحة وما تفسدش. هكذا تميت قفل الطرفين، يعني عمل بسيط جدا، مشروع بسيط جدا ما يكلفش إطلاقا. راح نحط الأكسسوار هذا، وثمن البيع في هذه القلادة حوالي 400 دينار، 350 دينار حتى 400 دينار. يعني هذا ما راش فيه شغل بزاف، الشغل اللي كاين بزاف هو في الخلخال، الخلخال أو سلسال الرجل، يتماشى مع الصيف كثيرا، مطلوب جدا. لهذا حاولوا يعني حتى لو كانت تكون عندك 1000 دينار قادرة تبدي مشروع تاعك ب خلخالين أو ثلاثة، وتشوفي تبيعي للناس المقربة ليك وتشوفي الحظ تاعك. هي ماشي مسألة حظ فقط، مسألة حظ، ولو أن أنا يعني الكثير ما يأمنش بالحظ، لكن مسألة المدينة اللي تكوني فيها تكون كبيرة، مسألة التسويق، خفة الحركة، المعاملة الحسنة في البيع والشراء، أمور كثيرة يعني. راح ندير أيضا آنو آخر إينوكسيدابل للفراشة. مشكل أنه صغير، أحاول فتحه، هو مفتوح لكن سأحاول فتحه وإدخال اللانو تاع الفراشة اللي هو يعني نوعا ما غليظ على لانو. ما علينا، المهم أنه يكون مناسب. هكذا ندورو، نوع من التركيز يجيب لنا نتيجة جيدة. معليش يعني الإنسان كيكون يتعلم يغلط يعاود يفك ويعاود حتى تصلح معاه العملية. هنايا نحاول، ما عنديش أظافر إطلاقا. أحاول، ربما ابتعدت عن الكاميرا حتى أدقق بالنظر. هنايا أنا لا أستعمل النظارات في أمور مثل هذه لأنها دقيقة. نزحت النظارات وقربت هكذا. مهم أني في الأخير ثبتته، وقلادة جميلة راهي على الموضة جدا، مشروع جميل جدا سهل وسريع. هذا الإكسسوار الأول.
فراشة هنايا من الريزين، حديد مع ريزين، ميتال اي ريزين. هنا نروحو للخلخال. انا اخترت هذا السلسال الخاص بالنظارات اللي هو انوكسيداب ما يحولش، والزبونات حبوه في اللون الابيض. هنايا نحاول ندخل الانو في هذا الثقب تاعه اللي صغيرة متعبة جدا، صغيرة بالبزاف. كنت يعني دخلت فيها لي زانو لي موتيف في الاكسسوار الاولى، عفوا الخلخال الاول، بصعوبة. لهذا راح ندير معكم طريقة اخرى سهلة، لانني استعملت لي زانو صغار انوكسيداب. انوكسيداب دائما يجو صغار ضيقين، ما يدخلوا ليش في الفتحات تاع هذا السلسال. لكن هذا السلسال عنده حاجة مليحة، عنده هادوك لي بول. هادوك لي بول راح نحط بين كل حبة وحبة ان موتيف او ان بوندونتيف، وما راحش يعني يتلاقى مع الثاني او الثالث، راح يبقى في القطعة تاعه، في المساحة تاعه. كان مساحة فيها حوالي 3 سنتيمتر، ونلقو هذيك لابول تاع الحديد هي اللي راح تلاقي له. هنايا ندخل في العين، دائما لازم هنا ندخل في العين انو، وندير القفل تاعي عادي جدا. حاولوا تختاروا لزانو او الاقفال تكون صغيرة، ديروش القفل او الخوشي اكبر من الحجم تاع السلسال اللي عندك او حجم لزانو، يعني كل شيء لازم يكون متطابق. هنا حطيت العنو، دخلته مباشرة ما بين السلسال، وهنا هي أسهل طريقة هذه هي. ونحط البوندونتيف الأول، هنا اخترت النوع الصغير، حندير حبة نوع صغير وحبة نوع كبير، لان هذيك الصغيره ما حبوهاش وايضا ما كاش بزاف في المحل. اذكركم ان كل هذه الاكسسوارات من عند ميرسوري اف زد بباش جراح العاصمه، والاسعار تختلف كما ذكرت من البلاستيكي الى الحديدي. هنايا كما تلاحظون يعني البوندونتيف يلعب في المساحه تاعه، ما يتلاقاش مع خوه، يعني ما نقدرش ندخل في العيون تاع حد. يعني انا جربت دخلت في القطعتين الاولى وبصعوبة. هكذا يكون احسن اذا استعملت هذا السلسال. اذا استعملت سلسال العيون تاعها كبيرة عادي تنجمو دخلو في العيون. هادو خدمتهم من قبل، ما حطيتش فيهم بزاف، حسب الطلبات حسب الرغبات، ما حطيتش بزاف لي بوندونتيف. لكن هذا صاحبة هذا الخلخال طلبت انه يكون فيه تشكيلة كبيرة من الرقيق حتى الغليظ. انظروا الطول تاع الخلخال، تقيسي على لا شوفي تاعك، يعني كي تعرفي المكان تاع الرجل وتقيسي، راح تكون حوالي 31 سنتيمتر او 32 او 35 كل وحدة والرجل تاعها. هنا نروحوا الاكسسوار الثالث، ايضا بسيط جدا. تستعملوا هذا الخيط على اللي بغاسلي، هذا الخيط الحريري ممتاز جدا. هي اللي كان لو كان يعني عندكم الغليظ يكون احسن. هنا ما عنديش النوع السميك، استعملت الخيط على 2. هنا راح يجي ما يجيش يعني مدلي على الرقبة بزاف، يجي قصير على الرقبة، يشبه ايضا القصر تاع الاكسسوار الاول اللي درته بالفراشة. هنا درت هذا وش اسمه الفقرون، هذا بوندونتيف. دخلت الانو بعد ما كويت الخيطين مع بعض، درت العقدة وعاود ثبت بالولاعة. تعرفوا ان هذا النوع من الخيوط يتماسك بالولاعة ويعني سودا شغل انه بلاستيك. ثبت الانو الزاوج
وين نحط القفل، ندخلها مباشرة في الدائرة هذه، نضيف القفل ونغلق. بعد الغلق ما نخليش هكذا، راح يهرب، راح ندير عقدة هكذا، ما بعدهاش على لانو الأول هذا، والسلسال هنايا كامل. جميل جدا، يتناسب مع الصيف، يتناسب مع الخلخال اللي صنعته. هنا نجو للتعليب. هنا التعليب كل واحد الاختيارات تاعها. كاين هذا الموديل الاول تاع التعليب اللي راح ندخله في باكي من لي باكي اللي شريتهم على ميرسوري اف زد، والسعر تاعهم كما قلت 15 دينار الباكي. نجيب هذا القطع البراقه تاع الكرتون من اكاتخ، الاكاتخ الخشن، يشبه الاكاتخ الخشن. اذا ما لقيتوش يعني حاولوا تشوفوا هذا تعليجو في تعليب الاقمشه الرجاليه هكذا. اذا جات هنا يعني نشوف فيها جات طويله، ماشي كيما القومات، لانه خلخال يعني تقريبا مثل السلسال. راح نعلقه ونثبته هنا في الفتحه اللي درتها للسلسال. طريقة بسيطة جدا للتعليب، قادرين تحطوا اللوغو تاعكم هنا. اللوغو قادرين تثبتوه لتحت هنا في الكرتونة، أو تثبتوه في المكان اللي تغلقوا منه الباكي. هذا الشكل، جهة شفافة هي الأمامية للإكسسوار، ونغلق. هذا التعليب الأول. التعليب الثاني، تشلو هذا العلب اللي راهي رخيصة أيضا، راهي يعني قادرين تسيبوها 10 دينار 15 دينار، فيها الكبيرة وفيها الصغيرة. هنايا حد من يعني خلخال من هادو درت له سلسال بموتيف شانيل، وعنده ثقب هنا في الحقيقة للخاتم، لكن أنا راح ندخل فيه الخلخال حتى يظهر. قادر أيضا نديره في الفتحة اللي فوق مع سلسال شانيل، يعني ما تعقدوش الأمور، بكل بساطة نحطه هكذا. وهذا تعليب ثاني. نروحوا للتعليب الثالث الخاص بالخلخال او ليغورميت. ليغورميت بنفس الطريقه ايضا، نجيبوا هذا الكرتون المستطيل، يكون جاي كلاسي مثل ورق اكاتر هكذا، نديروه على طول الخلخال، ثم نثقب بعد حوالي 6 سنتيمتر من كل جهة، وندير ثقب وين نخرج الحواف تاع الخلخال بكل بساطة، ونغلق من الجهة الأخرى. قادرين تشرون لهم هادوك لي ساشي لي جو طوال، متوفرين عند محلات لومبالاج، وراهم ايضا المحلات تاع لومبالاج راهم كاينين في الفيسبوك، يعني دخلوا الجروبات وتلقوا الناس تعرض المنتوجات تاعها. بهذا الشكل كاين ارخص من هذا الباكي اللي يجي شفاف. وهذا امبالاج الثالث، كما قلت قادرين تغلقوا باللوغو تاعكم، دائما اللوغو فيه نوع من الغراء، راح يثبت لكم الفتحة هذيك. أتمنى أن يروق لكم الفيديو، أن تعجبكم الأفكار
اتركوا لي التعليقات، وبالتوفيق للجميع. يعني ما تفشلوش، دائما جربوا وستنجحون بإذن الله. إلى اللقاء.